ختم. تهدف هذه المناورة لحشد وسائل التدخل وكذا تنسيق بين جميع القطاعات في حالة حدوث كارثة في الولاية، وكذا إعطاء فرصة لأعوان الحماية المدنية للتدخل في مثل هذه الحالات. كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال هذه السنة بداية من 1 جونفي إلى غاية 28 ماي من السنة الجارية 131 حريق أدى إلى إتلاف 780 نخلة وكذا 2679 متر حواجز. مشاركة محافظة الغابات في هذه المناورة التطبيقية لمكافحة حرائق الغابات حيث تمثل في مساندة في هذا المخطط أنها بالعدة والعتاد البشري والإمكانيات البشرية والمادية. تحسبا لحلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تم تنفيذ تمرين افتراضي يحاكي حرائق الغابات النخيل والمحاصيل الزراعية بالتنسيق مع مختلف مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، وذلك بتسخير جميع الوسائل وتوفير الوسائل المتحركة وآليات الأشغال العمومية التابعة لمختلف المؤسسات العمومية بإشراك جميع المقاييس منها مديرية النقل والمستشفيات العمومية والعيادات.